21 من يونيو من عام 1988 أنشئ سوق مسقط للأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/88 بهدف الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد عن طريق إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات في الأوراق المالية. الحادي والعشرون من يونيو من عام 2006 أشهرت جمعية دار العطاء ومقرها بمحافظة مسقط. من أهدافها مساعدة الأسر المحتاجة وتقديم المعونات المادية والمعنوية إلى الأطفال المرضى وأطفال المدارس المحتاجين. الحادي والعشرون من يونيو من كل عام بداية فصل الخريف في محافظة ظفار، وهي ظاهرة سنوية تستمر حتى الحادي والعشرين من سبتمبر، حيث تتساقط خلالها الأمطار ويتكون الضباب بسبب هبوب الرياح الموسمية من النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ويكون اتجاهها جنوبيا شرقيا، وبعد اجتيازها خط الاستواء تتحول إلى جنوبية غربية، وتكون دافئة ورطبة بسبب تشبعها ببخار الماء من المسطحات المائية بالمحيط الهندي، ويظهر السحاب الركامي على ارتفاع ما بين 450 و1500 متر من سطح الأرض، ويصل متوسط الهطل في صلالة إلى حوالي 60 مليمتراً، ويبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، ومتوسط الرطوبة بين 97 و85%. الحادي والعشرون من يونيو من كل عام تحتفل البحرية السلطانية العمانية باليوم الهيدروغرافي العالمي، الذي يبرز مسيرة المنظمة الهيدروغرافية الدولية لتأمين سلامة الملاحة الدولية. يذكر أن السلطنة عضو في المنظمة البحرية الدولية.